اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في فقرتنا الاخيره. ضيفتنا مهمتها اسعاد الحاضرين في حفلات الزفاف، تهدئ التوتر الذي قد يحدث في الافراح، تهلل وتبارك حفل الزواج. معنا اعزائي المشاهدين ولاول مره ام عايض، ومساء الخير. مساء النور والسرور والصلاه على الرسول، اللهم صل على محمد. انت مشهوره الحين بالسلطانه. انا كنت ولا زلت ام عايض، والحين صرت السلطانة من حبايبي وأهلي وأقربائي اللي لقبوني بهذا اللقب. نعم، وألف ألف شكر لهم. تحكي لي بداية عن طبيعة شغلك، إيش طبيعة شغلك؟ متى بدأ معاك الشغل هذه؟ كانت هواية؟ شلون كانت بدأت معاك؟ والله الفقر يلعب دور. ابتديت بصب القهوة الفترة وجيزة، نزلت الجوالات والتصوير ومشاكلها، دقوا علي حبايبي وعزوتي وناسي من كنت أشاركهم في أفراحهم، واقترحوا علي جهاز تفتيش الجوالات، واستمرت في هذه المهنة لين بديت أدخل وسط المراقص والملاعب وكذا، وأهلي وكبر وأنا أفتش الجوالات. بعدها خلاص مشاكل الجوالات وقروشتها وكذا سبتها ومسكتها المهنة. إني ألبس اللبس القديم، طبعاً الحين خلاص صرت في لبس أحلى إن شاء الله. كنت ألبس اللبس البدوي، اللبس الأصيل، الحشمة والقيمة والبرقع، ووقف عند باب الاستقبال جنب أم العريس، جنب أم العروس، أول ما يدخلون المعازيم. أيوة، جنب يعني اللي جابني مثلاً هدية ما وراها جزية، أرحب بكل غالي سكن في بالي وحل في داري وكل من لفاني. يعني لف أم العروس، أقول كلام كأن أم العروس هي اللي معطيتني إياه عشان أقوله، أو أم العريس هي اللي موصيتني اهتمي بحبايبي، اهتمي بضيوفي. مثلا العريس اسمه محمد، محمد ويا جامع شمل الأحباب، يا كارم الضيف يا رافع السيف، زي كذا. والحياة مستمرة. يعني أفهم منك في الزواجات يعني شيء مرة حلو، تعرفين انه يكون ممكن في توتر، أم العريس مشغولة، أم العروس مشغولة، مشغولة بضيوفها، مشغولة ببنتها، خاصة أم العروس مسكينة أرحم حالها في ذاك اليوم. احط نفسي مكانها، اشيل اللي اقدر اشيله لين يجي وقت زفه ام العروس. هنا كل يشاركها. انا هنا في الاستقبال اشيل دورها، ارحب ام فلان وام علان واللي جت من بعيد واللي من قريب واللي والجاره اللي وصى فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، وهكذا وهلم جر لين تجي زفه ام العروس. اشيل بها بزغروده وبيت شعر حلو، توصل المنصه لكل اللي في العرس يقوم من كبراء السن من مستواها ومن مكانها. طب شغلك بس يكون بس في الافراح، في غير الافراح؟ لا ما شاء الله، احضر تمايم، مولود جاء بعد فتره طويله، عيد ميلاد، جمعه بنات، فرحه تخرج، وهذه فرحه يعني ما تنقاس بثمن، عوده مسافر. نعم، حتى انت قلتي لي في الافراح دائما احنا طبعا نذكر الله سبحانه وتعالى، ناس تخاف من العين من الحسد، تعطيني مثل كذا من الاشياء اللي انت تقولوها بطريقه حلوه. طيب ما شاء الله تبارك الرحمن، بعض العرس يعني يكلف فيه شيء وشويات، فقول هلا بذاكرين الله، هلا بخلق الله اللي يذكرون الله. بعضها ما شاء الله كذا بطريقه حلوه تبتسم في وجهي وتمسح علي وتقول الله يجزاكي خير، ذكرتينا بالله. صحيح. هلا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي الفرح يكون الانسان لاهي، خاصه احنا يا النساء بالمشغل، بالسواق، بالسياره، بالمدري وشو. طب سمعينا شيء. ها؟ سمعينا شيء طيب. من ذكر الله ولا من التراحيب؟ من التراحيب، خلينا نشوف. التراحيب يا مرحبا بالوصول، والله وبنات اصول، شرفوا المكان ولا كلفوا، يا هلا يا هلا بكل من حضر عد النظر، هلا بمن شالت الطرحه وشاركت الفرحه، هلا باللي ابتسامتها ابتسامتها ترد الروح وتشفي الجروح. جروح مين؟ الجروح المتوتره، الامور المضايقه. في الزواجات، في الزواجات. أيوة. بعض المرات حتى ما احنا نحضر زواج تلاقي اهل العريس معقدين حاجبين، واهل العريس وانا اللي معقدين حاجبين، هذا اشتغل يعني كان علي جبل. طب كيف تتوازنين؟ كيف يعني انت خلص انك تعملي موازنه تزعلين اهل العريس واهل العروس؟ طب اذا انا عروسه وجبتك، ها؟ اذا انت عروسه، ها، فانت كيف تتوازنين؟ يعني انا اللي جايبتك، قولوا لي جايبتني كيف؟ خلص تمدحين كمان اهل. هذه مثلا اللي جايبتني العروس قدمتني هديه لام فلان ما وراها جزيه، يعني هديه ارحب بام المعرس وضيوفها وحبايبها وعزوتها وخواله يرفعون الراس، اهل دله واهل محماس، وتغزل في الحضور وفي الضيوف وبنات القبائل واللي مكشره خليها تبتسم. يعني شوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على شيء مهم في الانسان ككل وهي الابتسامه. يعني إشارة بسيطة إذا ما قدرت أوصلها الكلام أوصلها الإشارة. طب قد مرة صار موقف مثلا الناس يجيبوك عشان تكيدين أحد مثلا؟ فيه بس إني ما أطاوعهم. لأن الكيد مو حلو. طب كيف تتصرف؟ كيف أتصرف؟
طبعا اللي مو مرغوب في وجودهم يطلبوا مني شيء. ايه فاحيانا اطنش واحيانا اوصل الرساله وكذا، فتحس فيني اللي جابتني اني سويت هالشيء، فاقول له خلي البساطه توصليها بذكاء. أيوة. يعني خلي البساطه احمدي، ويا زين هالليله ويا حلو، انشغلي بفرحه هالليله، شيلي مني فلان وعلان ولا تحطيهم في بالك، حطي ببالك ان الله يتمم هالفرحه بدون مرض بدون قرض بدون اي شيء مثلا يصير في ليلة العرس، تصير أشياء ولا أعوذ بالله. طب إيش الفرق بين الزواجات اللي قبل 10 أو 20 سنة وزوجاتنا اليوم؟ أنت إيش شايفة؟ إيش الفرق؟ والله أول كان في حوش وفرش الزوليات مع الحبايب أم المعرس، والله العظيم رب العرش الكريم إني حضرت زواج كان العروس قاعدة تسبح وتستغفر معنا وإحنا نفرش الفرشات، وأنا جلست جنبها لا إراديا، فقمت أسألها وش أخبار العروس الله يتمم فرحتها ومدري وشو، قلت أنا العروس. يعني من البساطة قاعدة تذكر الله. طب يعني الحين في روح انفقدت في الزواجات، ممكن تلاقي الزواج كبير ومكلف وفي أفخم الفنادق، يفتقد يعني أشياء يعني ما فيها روح زي ما نقول، أو الزواج بارد. في بعض الزواجات ما شاء الله من يوم تدندن الدندنة وهم ما شاء الله ميدان سباق ما شاء الله تبارك الرحمن. طب لو رحت الزواج بارد؟ بارد أقوم بهم بواجبي على أكمل وجه، أحاول إني أرقص من فيه الخير ان شاء الله، من يحب يرقص يعني حتى لو كان مستحي او يقول انا اجنبيه او انا مالي. طيب دخل في الزواج. انا طمعانه فيك، اذا دخل العريس والعروس الكوشه تسمعينا شيء؟ اذا دخل الاثنين هم طبعا ورا الكواليس اقول لهم قولوا اللهم اكفينا بهم بما شئت وكيف ما شئت وحيث ما شئت ووقت ما شئت، الوقت اللي هم بيطلعون فيه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا، اذكر عليهم بالله واحصنهم وانفث في صدورهم، خاصه العروس تكون في حاله توتر وهيجان والعريس فرحان لابس البشت ويتغندر ويا زينة ويا ملحق قدام أمه وأهله، فيدخلون على خير إن شاء الله وتكون ليلتهم حلوة. فبس دائما أنت تركزين دائما ذكر الله ذكر الله عشان ذكر الله، والله العظيم رب العرش الكريم إن أهم ما أشتغل فيه في الزواج هو ذكر الله، صح إني أرقص وأتعب وأسوي و و و و لكن أهم شيء ذكر الله. طيب هو الفاصل الموجود في العرس، هو فاصل أخذ المايك بأسلوب حلو من الطقاقة حتى لو كان مو راضية بوجودي الحين اغطي على جنب، تحسين في منافسه في نعم بس باسلوبي الحلو ان شاء الله اخذ منها المايك واذكر الناس بالله وكذا، وخاصه لما يطلوا المعاريس زغروده طويله. طيب الحين انا ابغى اسمع منك تهليل وزغروطه باسم اي عريس؟ اي شيء اذا كان عبد الله فوسيد الغلا كله، ويا مرحبا والله بامير هالطله عبد الله، ويا جامع شمل الاحباب عبد الله شيخا ولد شيخ، يكرم الضيف ويرفع السيف ويرحب بكم يا بنات القبايل، يا من شلتوا الطرحه وشاركتوا الفرحه، فرحه ام عبد الله اللي تسوى مليون فوق مليون وتريليون لكل من حضر حد النظر، يلا حيهم وحي حيهم وحي من جمعنا بهم اللي جمعتنا بهم ام عبد الله الحبيبه اللبيبه الانسانه المتواضعه، اذا ما شاء الله في ذاك اليوم اذا كانت متواضعه الكل 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 يمدح العرس ثاني يوم. طيب زغروطه خلينا زغروطه فصلي صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. هلا هلا بالدقة والرقة والأنتكة والبنتكة والجمال والكمال والحسب والنسب، هلا بش يا بنت الرجال، هذا الكلام كله للعروس الله يتمم فرحتها. آمين. طب قولينا شي لسيدتي، برنامج سيدتي الحين. سيدتي سيدتي لمسة جميلة نظرة حلوة يا مرحبابها، ترحيب تمالها حدود، حاملة المسك والعنبر والعود لكل من نظر قناة روتانا، يا هلا وهلين بكل غالي وزين، أم عايض تقول والسلطانة تقول يعل هالجمعة تعود في داركم يا أهل الجود يا أهل القنوات الحلوة، بس مو أحلى من روتانا. يعطيك العافية أم عايض سيدة سعودية نشرت الفرحة في الزواجات، يعطيك ألف عافية. وياكم وسعدنا والله بلقياكم. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين بهذه الفقرة الخفيفة اللطيفة نشرنا فيها شوية من جو البهجة، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، تتمسون على خير.